إذن هذه هي المناقشة البيانية، على بالي بلي الدواخ وفيها شوي خدمة، ولكن هذه هي الرياضيات. لو كان نبقاو نعاودوا في نفس الأفكار لنعرفوهم كامل ما درنا والو. ثم فيها لازمتنا نتعلموا أفكار صعبة وأفكار فيها خدمة وأفكار فيها حسابات. هذا الفكرة مش صعبة بزاف، فيها صح خدمة، ولكن المطلوب منك إذا فهمتها مرة الأولى مبروك علينا، إذا ما فهمتهاش عاودها مرة مرتين ثلاثة حتى تتمكن منها. بسم الله تلامينا، السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. إذا اليوم إن شاء الله نواصل مع حل تمارين شاملة في وحدة الدوال الأسية. هذه الوحدة جماعة في غاية الأهمية، لازم نتمكنوا منها من خلال خاصة تمارين شاملة. اليوم إن شاء الله راح نكونوا مع حل تمرين ثاني وهو بمستوى 4 نجوم، تمرين ممتاز فيه أفكار متنوعة. هذا التمرين هو التمرين رقم 18 المأخوذ من كتاب الجوهرة جزء الدوال الأسية. هذا الكتاب مشترك بيني وبين الأستاذ قويسم خليل، ننصح كل واحد ظروفه تسمح باقتناء هذا الكتاب. فيه جميع البكالوريات بالحلول تاعها، وفيه حوالي 30 مسألة مقترحة، حوالي 30 دالة شاملة مقترحة بالنجوم، يعني نبدأ من نجمتين إلى 5 نجوم. الآن أحضرها لكم صورة التمرين، وقفوا الفيديو حاولوا فيه مليح. الصورة راح تكون مقسمة إلى جزئين، وقفوا الفيديو حاولوا في الجزئين مليح، حاولوا في جميع الأسئلة وراحوا يشاهدوا معنا الحل. إذا نبدأ إحنا. دالة F في هذا التمرين معرفة ب F ل X يساوي X زائد 2 ناقص 4 أسية X على أسية X زائد 3. مجال تعريف تاعها هو A. سي اف تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس او اي جي. سؤال اول، احسب نهايتي الداله اف عند زائد ما لا نهايه وعند ناقص ما لا نهايه. اذا نبداو، واحد نهايه الداله اف، عندنا نهايتين. نبداو الان نحسب ليميت، اذا نحسب ليميت اف ل اكس لما اكس يؤول الى ماذا؟ اكس يؤول الى ناقص ما لا نهايه. الخطوه الاولى دائما في حساب النهايات وين نروحوا؟ نروحوا للمحاولات ونشوفوا هل هناك حاله عدم تعيين ولا لا. صح، انتبه معايا جيد. حساب في المحاولات يعني حساب ذهني، ناقص ما لا نهايه تزيد لها 2، اذا هذه راح تبدل لنا ناقص ما لا نهايه. هذه الاولى راح تبدل لنا ناقص ما لا نهايه. ناقص في البسط، هذا حساب في المحاولات فقط، هذا حساب في المحاولات. كي نكتب هذا الترميز معناتها الخدمه هذه كامل راها في المحاولات. ناقص نهايه، ركز مليح، في البسط. ما هي نهايه الاسيه عند الناقص ما لا نهايه؟ صفر. صفر مضروبه في 4 صفر، اذا في البسط عندنا صفر. في المقام نهاية الأسية عند الناقص ما لا نهاية صفر. صفر تزيد لها 3 النتيجة 3. إذا لاحظ جيدا، صفر على 3 النتيجة صفر، إذا نهاية هذا الكسر هي صفر. وبالتالي واش تبقى لنا؟ تبقى لنا هذه شحال نهايتها؟ نهايتها ناقص ما لا نهاية. إذا هكذا رانا حسبنا نهاية الدالة اف عند الناقص ما لا نهاية. ما فيهاش حالة عدم تعيين، ما فيهاش نهاية شهيرة، معناتها نكتبوا له النتيجة مباشرة، وهذه الكتابة راهي في المحاولات. فقط ملاحظة، انتبه جيدا، بما انه عبارة الدالة راها مكتوبة من الشكل AX زائد B، يعني عبارة تاع مستقيم، زائد دالة، والدالة هذه لقيناها تؤول إلى صفر، هنا بإمكاننا نستنتج أن المنحنى CF يقبل مستقيما مقاربا معادلته Y يساوي X زائد 2 بجوار ناقص ما لا نهاية. على كل حال فيما بعد هو راح سقسينا عليه وراح نثبتوه. صح، نهايه الان داله اف لما اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه، نحسب بنفس الطريقه في المحاولات ونشوف. صح، هذه عندنا زائد ما لا نهايه تزيد لها 2، زائد ما لا نهايه معناتها نهايه هذه الداله زائد ما لا نهايه. ناقص في البسط، نهايه الاسيه زائد ما لا نهايه مضروبه في 4 تبقى زائد ما لا نهايه. في المقام نهايه الاسيه زائد ما لا نهايه تزيد لها 3 زائد ما لا نهايه. إذا لاحظ الآن راه عندنا حالة عدم تعيين من الشكل ما لا نهاية على ما لا نهاية، يعني حالة عدم تعيين وين راها موجودة؟ راها موجودة في هذا الكسر. صح، يعني حتى لو كان ما جاش هذه العبارة موجودة، هذا الكسر حتكون في حالة عدم تعيين. حنا واش قلنا في الدرس تاع حساب النهايات؟ قلنا كي تكون عندنا حالة عدم تعيين من الشكل ما لا نهاية على ما لا نهاية، والله ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، في وحدة الدوال الأسية أول فكرة نفكروا فيها هي استخراج العامل المشترك. ما هو العامل المشترك بين البسط والمقام؟ واضح جدا انه اسيه اكس. اذا نستخرج ماذا؟ نستخرج اسيه اكس كعامل مشترك، وهذه خليها كيما راه، هذه ما دير لها والو لانها ما دخلتش في المشكل، هي المشكل راهم في هذا الكسر. ناقص، صح، خرج اسيه اكس عامل مشترك في المقام اولا. خرج اسيه اكس عامل مشترك في المقام، اسيه اكس على اسيه اكس معناتها تخلي لنا 1 زائد 3 على اسيه اكس. فالبسط راها مستخرجة أصلا لأنها مكتوبة على الشكل جدا. الآن واش راح نديرو؟
راح نختزلوا الأسية اللي في البسط مع الأسية اللي في المقام. إذا نجد ماذا؟ عدنا x زائد 2 ناقص. في البسط قلنا نختزلوا الأسية مع الأسية، في البسط تبقى لنا 4. في المقام عدنا 1 زائد 3 على أسية x. انتبه معايا جيدا، الآن لما x يؤول إلى زائد ما لا نهاية. الآن واش نديرو؟ نحسبو في المحاولات، نحسبو في المحاولات ونشوفو حالة عدم التعيين راحت ولا لا. انتبه مليح، عندنا هذه زائد ما لا نهاية زائد لها 2 زائد ما لا نهاية، إذا زائد ما لا نهاية ناقص. في البسط كاين 4، في المقام، في المقام كاين 3 على أسية x، 3 على أسية x هذه أولا. إذا 3 على نهاية الأسية وش هي؟ عند زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، 3 على ما لا نهاية صفر، إذا هذه تؤول إلى صفر بجوار زائد ما لا نهاية، هذه تؤول إلى صفر بجوار زائد ما لا نهاية، تزيد لها واحد تبقى ماذا؟ تبقى واحد. الآن ما لا نهاية تنقص منها 4 تنقص منها أي عدد حقيقي تبقى ما لا نهاية. إذا هكذا رانا حسبنا نهاية الدالة اف عند زائد ما لا نهاية. سؤال اثنين الآن، ألف المشتقة، بين أن المشتقة تساوي العبارة اللي عطاهن، معناتها نحسبوا المشتقة ومن بعد نشوفوا كيفاش نوصلها. إذا 2 ألف عبارة المشتقة، عبارة المشتقة بطبيعة الحال الآن الدالة اف قابلة للاشتقاق على مجال تعريفها لأنها عمليات على دوال قابلة للاشتقاق على ار. إذا نقولوا اف دالة قابلة للاشتقاق على ماذا؟ على ار، على ار. ولدينا من اجل كل اكس ينتمي الى ار نحسب عبارة المشتقة اف فتحة لاكس. انتبه جيدا في حساب عبارة هذه المشتقة. الان الدالة هذه x زائد 2، اشتقاق x مضروب في عدد هو دائما العدد، يعني x في 1 اشتقاقه 1 صح، 2 عدد ثابت في الجمع اشتقاقه 0. الآن ركز مليح، ناقص كي تكون مضروبة في دالة باش ما تغلطش في الاشتقاق دائما ننصحك أنك تخليها برا، خلي الناقص كيما راهي برا وروح اشتق الكسر هذاك، يعني اشتق الدالة هذاك صح. الكسر مشتقة وش هي؟ هي مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام مربع صح. 4 في أسية x كيفاش نشتقوا دالة مضروبة في عدد؟ هنا هناك خطأ شائع يقع فيه بعض التلاميذ، يقول لك 4 عدد ثابت اشتقاقه صفر إذا نتيجة صفر. لا احذر، متى يكون اشتقاق العدد ثابت صفر؟ في الجمع صح، في الجداء، في الجداء كيفاش نشتقوا دالة مضروبة في عدد؟ نخليو العدد كيما راه ونشتقوا الدالة. إذا نخليو العدد كيما راه، 4 خليوها كيما راهي ونشتقوا الدالة. أسية x وش هي المشتقة تاعها؟ تبقى كيما راه، يعني مشتقة البسط هي نفسه أيضا، 4 أسية x. هذه مشتقة البسط تضرب في المقام اللي هو أسية x زائد 3 ناقص. إذا الآن مع مشتقة المقام، مشتقة الأسية هي الأسية، إذا ناقص أسية، ومشتقة 3 عدد ثابت في الجمع ديما اشتقاقه صفر. هذه تضرب في ماذا؟ تضرب في البسط. البسط اللي هو ماذا؟ 4 أسية x، يعني تضرب في 4 أسية x على ماذا؟ على المقام مربع، على أسية x زائد 3 الكل مربع صح. انتبه معايا جيدا، الآن واش نديرو؟ نقدروا في المحاولات، في المحاولات نقدروا ننشروا البسط هذاك. إذا عندنا 1 ناقص أسية x زائد 3 الكل مربع. انتبه مليح، الآن 4 أسية في الأسية، أسية x في أسية x بالخواص قلنا يجمعوا الأسس تولي x زائد x إذا 2 x، معناتها 4 أسية في الأسية هي 4 أسية 2 x. 4 أسية x في 3 معناتها هي 12 أسية x صح. عندنا الآن ناقص 4 أسية في الأسية، إذا هي ناقص 4 أسية 2 x وبالتالي يروحوا مع بعضهم. إذا واش راح يبقى لنا في البسط؟ تبقى لنا فقط 12 أسية x. الآن لو كان نشوفوا النتيجة اللي عطاها لنا بعد ما نخلصوا ديما التبسيط والنشر وكذا، نشوفوا النتيجة اللي عطاها لنا. هو النتيجة اللي عطاها لنا قال لنا أسية x ناقص 3 على أسية x زائد 3 الكل مربع. إذا لاحظوا باللي أول النتيجة اللي عطاها لنا هو راها موحدة المقام، معناتها احنا ما نقدروش نحكيو حتى نوحدوا المقامات.
كاين واحد المقامات من بعد نقارنوا الشيء اللي عندنا مع الشيء اللي عنده هو. صح، كيفاش نقارن واحد المقامات؟ الواحد ديما نكتبوه المقام على المقام، يعني نضربوه في المقام اللي هو سيت اكس زائد 3 الكل مربع، ونقسموه على المقام اللي هو سيت اكس زائد 3 الكل مربع ناقص دوك ولا عندنا نفس عندنا كسرين عندهم نفس المقام، وبالتالي البسط ناقص البسط، اذا ناقص 12 سيت اكس. الان واش نديرو؟ فقط المطلوب منا هو النشر مره اخرى، يعني المتطابقه شهيره سيت اكس زائد 3 الكل مربع. المقام خليه كيما راه بطبيعه الحال، ما تنشروش، البسط هو اللي فيه نشر. الان هذه متطابقه شهيره، مربع الاول زائد مربع ثاني زائد 2 في الاول في الثاني. مربع الاول اسيه اكس الكل مربع، صح، بالخواص قلنا الاسس يضربوا في بعضهم، يعني مره اخرى تولي اسيه 2 اكس، هذا مربع الاول، صح، زائد مربع الثاني اللي هو 9 زائد 2 في 3 في اسيه اكس، يعني 2 3 اسيه اكس معناتها 6 اسيه اكس ناقص 12 اسيه اكس. لاحظ الان عندنا، اذا عندك اسيه 2 اكس زائد 9 6 ناقص 12 هي ناقص 6 اسيه اكس. الان هل وصلنا للنتيجه المطلوبه منا؟ ركز قليلا، رانا وصلنا لها في الحقيقه. هو رانا نلاحظوا باللي راه دار الكسر كامل تربيع، واش معناتها؟ معناتها راه خرج تربيع من البسط وخرج تربيع من المقام ومد التربيع للكسر ككل، صح، في المقام واضح باللي كاين تربيع هي اسيه اكس زائد 3 الكل مربع. الان في البسط ايضا راه عندنا متطابقه شهيره المفروض ننتبهوا لها، حتى لو كان ما انتبهنا لهاش هو راه نبهنا ليها، لانه قال لك ستكتب اسيت اكس ناقص 3 الكل مربع. هل فعلا البسط يتكتب من اسيت اكس ناقص 3 الكل مربع؟ نعم، مربع الاول مربع الثاني ناقص 2 في الاول في الثاني، يعني البسط راك تقدر تكتبه من الشكل اسيت اكس ناقص 3 الكل مربع. انشرها، مربع الاول مربع الثاني ناقص 2 في الاول في الثاني. الان بما انه التربيع هذا، انتبه جيد، بما انه التربيع هذا كاين في البسط وكاين في المقام، نقدر نمدوه للكسر ككل، يعني اسيه اكس ناقص 3 على اسيه اكس زائد 3. اذا بالفعل هكذا رانا وصلنا لعباره المشتق. اذا الان مطلوب منا هو دراسه اتجاه تغير وجدول التغيرات. كيفاش ندرسوا اتجاه تغير؟ لازمتنا ندرسوا اشاره المشتق. لاحظ جيدا، هنا على بالي بلي كثير من التلاميذ راح يقول بما انه فيها تربيع معناتها المشتقه راها موجبه وبالتالي دلائف متزايده. نعم، الاجابه هذه صحيحه الى حد ما، ولكن فيها واحد الخطا معين. هذه المشتقه هي موجبه ولكن ليست اكبر او تساوي، ليست اكبر تماما من الصفر، ولكن هي اكبر او تساوي صفر. واش معناتها؟ شوف المشتقه كيفاش، افصل مثلا البسط، افصل تربيع على البسط والمقام، يعني تولي لنا اسيه اكس ناقص 3 الكل مربع اسيه اكس زائد 3 الكل مربع. شوف مليح، بالنسبه للمقام راه موجب تماما، موجب ولا ينعدم، المقام ما يقدرش ينعدم على مجموعه التعريف. صح، بالنسبه للبسط هو موجب ولكن عنده عدد معين ينعدم فيه، معناتها كي نشوفوا حاجه مربعه ما نقولوش دائما راهي اكبر من الصفر اكبر تماما، لا، نشوفوا اذا ممكن تنعدم. اذا هنا واش راح نقولوا؟ راح نقولوا اف فتحه لاكس، اذا ليكن اكس ينتمي الى ار، اف فتحه لاكس، اف فتحه لاكس لها نفس اشاره ماذا؟ اسيه اكس ناقص 3 الكل مربع. هنا هذه العبارة احنا رانا عارفين بلي راها موجبة، ولكن السؤال هل هي موجبة تماما والله اكبر او تساوي صفر، يعني هل تنعدم ولا ما تنعدمش؟ كيفاش نديرو؟ نشوفوها هل تنعدم ولا ما تنعدمش. نضع اسية اكس ناقص 3 الكل مربع تساوي صفر، عبارة مربعة تساوي صفر معناتها العبارة هي اللي راها معدومة، يعني اكس ناقص اسية اكس ناقص 3 تساوي صفر. هذه كيفاش قلنا نحلوها في درس المعادلات المتراجحات؟ فقط قلنا ننقلوا 3 للطرف الاخر تولي لنا اسيه اكس تساوي 3. ندخلوا الان الان على الطرفين، علاش؟ باش نتخلصوا من الاسيه كما شفنا في درس المعادلات والمتراجحات في هذه الوحده. الان تنحل الاسيه مع الان، تبقى لنا اكس يساوي الان 3، معناتها راهي تنعدم عند ماذا؟ عند الان 3. الان 3 هذا حسبه بالاله الحاسبه، تعرف القيمه تاعو تقريبيه وشحال تساوي، ولكن خليه هكذا قيمه مضبوطه، صح. اذا أنا 3 ينعدم عندها البسط
وبالتالي تنعدي من عندها المشتقة. ولكن الإشارة ما تتغيرش، الإشارة تبقى موجبة تماما وتنعدم عند ألان ثلاثة. كما مثلا أبسط مثال كما إكس مربع، إكس مربع موجب، إكس مربع موجب، ولكن موش موجب تماما، يقدر ينعدم. وين ينعدم؟ ينعدم عند صفر، لكن دون أن يغير إشارته. صح. إذن هنا لاحظ الفرق بين واحد راح يدير إشارة زي البرك وواحد راح يدير إشارة دي، كاين فرق بيناتهم، خاصة أنه هذه الفكرة عندها معنى. لما المشتقة تنعدم ولا تغير إشارتها عندها معنى، دوك نقولوه في السؤال السابق. الآن هكذا دير خط واحد بالنسبة لتغيرات الدالة. بالنسبة للنهايات، النهاية عند الناقص ما لا نهاية لقيناها ناقص ما لا نهاية، والنهاية عند زيد ما لا نهاية لقيناها زيد ما لا. هذه فيما بعد راح نفسروها نظن في السؤال القادم. الآن وش يقولنا؟ يقولنا عين F فتحتين لألان ثلاثة دون حساب عبارة F فتحتين لإكس مبررا إجابتك. قبل ذلك لازم علينا نكتبوا اتجاه تغير، لأنه هكذا جاوبنا على جدول تغيرات برك. نكتبوا اتجاه تغير، ثم نقولوا F دالة متزايدة تماما على R. إذن دالة متزايدة تماما لأنه مشتقتها موجبة. لما تنعدم المشتقة في عدد أو عددين أو عدد محدود من الأعداد، هذا لا يؤثر في اتجاه التغير تاعها. صح. الآن وش قلنا؟ قلنا عين F فتحتين لألان ثلاثة دون حساب عبارة F فتحتين لإكس. يعني قال لك أعطيني كم تساوي F فتحتين لألان ثلاثة. صح. لاحظ بالنسبة عند ألان ثلاثة ماذا يحدث؟ تنعدم المشتقة الأولى ولا تغير إشارتها. هنا نقول الدالة F تقبل نقطة، عفوا المنحنى CF يقبل نقطة انعطاف فاصلتها ألان ثلاثة. إذا المنحنى CF يقبل نقطة انعطاف فاصلتها ألان ثلاثة، وحنا نعرف باللي من بين المشتق، عفوا نقطة الانعطاف كيفاش معرفة؟ الشرط الأول أنه المشتقة تنعدم ولا تغير إشارتها، المشتقة الأولى تنعدم ولا تغير إشارتها، يعني نلقاوها موجبة موجبة أو سالبة سالبة ولكنها انعدمت. هذا الشرط يقدر يتحقق يقدر ما يتحققش. صح. الشرط الثاني هو أن المشتقة الثانية تنعدم ولا تغير إشارتها، هذا الشرط بالضرورة يتحقق إذا كانت المشتقة الثانية معرفة. يعني باختصار شديد، النقطة الانعطاف المشتقة الأولى تنعدم ولا تغير إشارتها كما في هذه الحالة، وبالتالي هنا نستنتجوا بلي المنحنى CF يقبل نقطة انعطاف فاصلتها ألان ثلاثة. أيضا نستنتج أن المشتقة الثانية تنعدم ولا تغير إشارتها. إحنا اللي همنا أن المشتقة الثانية تنعدم عند ألان ثلاثة، وبالتالي F فتحتين لألان ثلاثة كم تساوي؟ تساوي الصفر. إذا نقولوا بما أن، تبرير شو هو؟ بما أن F فتحة إن عدمت ولم تغير إشارتها عند ألان ثلاثة، فإن المنحنى CF يقبل ماذا؟ نقطة انعطاف فاصلتها ماذا؟ ألان ثلاثة. وبالتالي ومنه نستنتج أن المشتقة الثانية تنعدم عند ألان ثلاثة. إذن هنا نستنتج الذي يهمنا من هذا كامل، نستنتج أن المنحنى CF يقبل نقطة انعطاف فاصلتها ألان ثلاثة، نحتاجها بعد في الرسم. الآن قلنا بين أن المستقيم ذو المعادلة إجراك يساوي مستقيم دلتا واحد ذو المعادلة إجراك يساوي X زي 2 هو مستقيم مقارب مائل لCF في جوار الناقص ما لا نهاية. إذن هنا نثبت المستقيم المقارب المائل. إذن ثلاثة ألف وش راح نقوله؟ دلتا الذي معادلته إجراك يساوي إكس زي 2 هو مستقيم مقارب مائل لسي أف بجوار ماذا؟ ناقص ما لا نهاية. كيف نثبت أن المنحنى يقبل مستقيما مقاربا مائلا؟ نحسب نهاية الفرق F لX نقص منها Y أو نقص منها AX زايد B لما X يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. AX زايد B اللي أعطاها لنا في هذه الحالة هي X زائد 2. شوف الآن بلا ما تكتب عبارة الدالة F ومن بعد نقص منها X زايد 2 وكذا، عبارة الدالة F وش هي؟ هي هذه العبارة.
راح تنقص منها اكس زي 2، يعني راح تنحي لها اكس زي 2، وبالتالي واش راح يبقى؟ راح يبقى الكسر برك، راح يبقى الكسر اللي هو ناقص 4 اسيه اكس على اسيه اكس زائد 3. الان واش راح نقولوا؟ نحسبوا هذه النهايه. على فكره رانا حاسبينها عند الناقص ما لا نهايه، معليش نحسبوها في المحاولات. انتبه جيدا، عندك في البسط ناقص 4، نهايه الاسيه عند الناقص ما لا نهايه هي 0، صح؟ نهايه الاسيه عند الناقص ما لا نهايه 0، 0 زد لها 3 3. في البسط عندك 4 في 0 النتيجه 0، 0 على 3 النتيجه تساوي 0. اذا بالفعل اثبتنا باللي هذا المستقيم هو مستقيم مقارب مائل للسي اف في جوار ماذا؟ في جوار ناقص ما لا نهايه. الان يعطينا المستقيم دلتا 2 المعادله تاعو ايغريك يساوي اكس ناقص 2. نتحقق فقط من المعادله تاعو. اذا دلتا نعم هو مقارب مائل للسي اف بجوار زائد ما لا نهايه. اذا مستقيم مقارب مائل لسي اف بجوار زائد ما لا نهايه. اذا نفس الطريقه تماما، نحسب نهايه الفرق ولكن لما اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه. اكس يؤول الى زائد ما لا نهايه، عباره ا اكس زائد بي اللي عطاها لنا هنا هي اكس ناقص 2، هي اكس ناقص 2، وبالتالي هنا لازمنا نكتبوا عباره الداله اف ونقصوا منها عباره اكس ناقص 2. عباره الداله اف هي اكس زائد 2 ناقص 4 أسية X على أسية X زائد 3، وراح نقصوا منها هذه، وزع الناقص على القوس هذا، يعني تولي ناقص 2 ناقص X عفوا زائد 2، وزعنا برك الناقص على هذا القوس. لما X يؤول إلى ماذا؟ X يؤول إلى زائد ما لا نهاية. الآن لاحظ X ناقص X الجمع نتاعهم يساوي 0، عندنا 2 زائد 2 نتيجة 4، إذا نهاية 4 ناقص ماذا؟ ناقص 4 أسية X على أسية X زائد 3. لما X يؤول إلى ماذا؟ لما X يؤول إلى زائد ما لا نهاية. لاحظ الآن، لاحظ الآن لو كان نحسبوا هذه النهاية واش راح تخرج لنا؟ لو كان نحسبوا هذه النهاية عند زائد ما لا نهاية تخرج لنا حالة عدم تعيين. علاش؟ ركز مع هذا الكسر، الكسر هذا نهاية الأسية في البسط زائد ما لا نهاية، في المقام زائد ما لا نهاية، إذا عندنا ما لا نهاية على ما لا نهاية في هذا البسط، وبالتالي عندنا حالة عدم تعيين في هذا الكسر. إذا واش نديرو باش نحيوها؟ أرجع للنهاية اللي حسبناها عند زائد ما لا نهاية. كي حسبنا النهاية عند زائد ما لا نهاية ولقينا حالة عدم تعيين في هذا الكسر، واش درنا؟ استخرجنا أسية إكس عامل مشترك واختزلناها فقط. إذا أنت تقدر ترجع ثم وتهز النتيجة، تهز النتيجة مباشرة تاع هذا الفرق. زيد واش نقدروا نديروا؟ نقدروا نوحدوا المقامات. كيفاش نوحدوا المقامات؟ 4 نضربها في المقام اللي هو أسية إكس زائد 3 ونقسمها على المقام اللي هو أسية إكس زائد 3. صح، هذه 4 ضربناها في المقام وقسمناها على المقام. صح، دروك عندنا كسرين عندهم نفس البسط، نفس المقام، وبالتالي البسط ناقص البسط. الآن إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. واش هو المطلوب منا؟ المطلوب منا فقط أن ننشر هذه العبارة ونشوفوا هل راحت حالة عدم تعيين ولا لا. صح، انشر شوف معنا العبارة هذه. إذا تساوي نهاية في المقام كاين أسية إكس زائد 3 لما إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية. في البسط واش عندنا؟ انشر 4 أسية إكس، 4 في أسية إكس، 4 أسية إكس ناقص 4 أسية إكس، هذو روحوا مع بعضهم. إذا واش يبقى لنا في البسط؟ هذه 4 أسية راحت مع 4 أسية، تبقى لنا 4 في 3 اللي هي النتيجة ماذا؟ 12. في المقام كاين أسية إكس زائد 3، أسية إكس زائد 3، الآن نحسب النهاية هذه نحسبوها في الما لا نهاية. صح، شوف مليح، في البسط عندنا 12، في المقام نهاية الأسية عند زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، تزيد لها 3 زائد ما لا نهاية، عدد على ما لا نهاية النتيجة تساوي الصفر. إذا بالفعل هذو راهم مستقيمين مقاربين لسي اف، واحد في جوار ناقص ما لا نهاية، واحد في جوار زائد ما لا نهاية. الآن بعد إثبات المستقيمات المقاربة يقولنا ماذا؟ أدرس الوضع النسبي بين السي اف والمستقيمين دلتا 1 ودلتا 2. إذا الآن سؤال رقم 3 ب أو 3 جيم، الوضع النسبي، نعم، أولا سي اف مع دلتا 1. كيفاش ندرس الوضع النسبي؟ قلنا دائما نحسب الفرق اف لي اكس ناقص ا اكس زائد بي وندرسوا اشارتها، اف لي اكس ناقص ايغريك وندرسوا اشارتها. اذا واش نقولوا؟ ليكن اكس ينتمي الى ان،
نحسب ماذا؟ نحسب الفرق اف ل اكس نقسمها عباره المستقيم تاع دلتا واحد. صح، دلتا واحد شحال المعادله تاعو؟ دلتا واحد المعادله تاعو اكس زائد 2. هنا واش قلنا نديرو؟ قلنا دائما نرجعوا للسؤال لما حسبنا النهايه، لانه الفرق هذا رانا ديما نكونوا حاسبينه كيما حسبنا النهايه. صح، واش لقيناه هنا؟ لقيناه يساوي ناقص هذيك مدها للبسط مثلا تولي ناقص 4 اسيه اكس على اسيه اكس زائد 3. انتبه جيدا هنا بالنسبه للاشاره، بالنسبه للمقام اولا راه موجب، الاسيه موجبه تزيد لها 3 موجب، وهو موجب تماما، المقام ما ينعدمش، هذه مفروغ منها. بالنسبه للبسط الاسيه موجبه، تماما، تضربها في ناقص 4 تولي سالبه، اذا البسط راه سالب. الان هل يقدر قبل الانعدام؟ سالب على موجب سالب، اذا نستنتج باللي راها سالبه يعني اقل من الصفر. صح، السؤال الان هل اقل تماما ولا اقل او تساوي؟ يعني هل تقدر تنعدم؟ باش ينعدم هذا الكسر لازم ينعدم البسط، باش ينعدم البسط لازم تنعدم الاسيه، والاسيه لا تنعدم. اذا ماذا نستنتج؟ نستنتج باللي هذا الكسر ما ينعدمش، نستنتج باللي اقل تماما من صفر. هذا الفرق سالب، اذا ماذا نقول؟ نقول ان سي اف هو تحت دلتا واحد على ماذا؟ على R. واحد يقول استاذ نديرو جدول، هنا في الحقيقه لا داعي لجدول، تقدر دير جدول، خانه واحده ناقص ما زائد ما سي اف تحت دلتا واحد، ولكن ما عنده حتى معنى، لانه الجدول واش هو في الحقيقه؟ الجدول هو وسيله لتنظيم عده معطيات، عده معلومات، صح كي تكون عندك معلومه واحده لا ارى داعيا لهذا الجدول، ولكن لو كان ندير جدول ما راكش غلط، تجاوب هكذا ما راكش غلط. صح، واش نديرو؟ دروك نزيدو ندرسو الوضع النسبي بين سي اف ودلتا 2 بنفس الطريقة تماما. إذا سي اف مع دلتا 2 نفس الطريقة تماما، نقولو ليكن اكس ينتمي إلى ار، ليكن اكس ينتمي إلى ار، نحسبو الفرق اف لإكس ونقصوا منه الآن عبارة المستقيم دلتا 2. دلتا 2 معادلة تاعو اكس ناقص 2، قلت لك مرة أخرى ارجع فقط لما حسبت النهايه، راك حاسب هذا الفرق اف اكس ونقصت منه ايكلاك، حسبنا وبسطنا وحدنا المقامات، معناتها واش ندير؟ معناتها نهز النتيجه مباشره، النتيجه تاع اخر شيء هي 12، على اسيه اكس زائد 3. الان هنا البسط راه موجب تماما، عدد موجب، بالنسبه للمقام كيف كيف موجب تماما، الاسيه موجبه تزيد لها 3 موجب، اذا هنا اكبر من الصفر. هل يمكن ان ينعدم؟ لا ينعدم، لان البسط ما يقدرش ينعدم. اذا هنا ماذا نستنتج؟ نستنتج باللي سي اف راه فوق دلتا 2 دوما او على ار، تقدر تقول دوما او على ار، يعني على كل مجال تعريف سي اف هنا يكون فوق دلتا 2 ويكون ايضا تحت دلتا 1. من بعد نزيد تتضح اكثر في الرسم. الان يقول لنا السؤال 4، بين انه لا توجد اي مماسات لي سي اف توازي دلتا. اذا بيان انه لا توجد اي مماسات لي سي اف توازي دلتا، ركز مليح. حنا قال لك بين باللي ما كانش مماس، بين انه لا توجد مماسات لي سي اف توازي دلتا. الان بعد الوضع النسبي يقول لنا بين انه لا توجد مماسات، اذا بيان انه لا توجد اي مماسات لي سي اف توازي دلتا. هنا توازي، يقدر واحد يقول لي دلتا واش هو؟ دلتا واحد ولا دلتا 2؟ في الحقيقه في زوج، علاش؟ لانه دلتا واحد ودلتا 2 متوازيان كيف عرفناهم. دلتا واحد عنده معامل التوجيه تاعو واحد، الان تاعو واحد، ودلتا 2 معامل التوجيه تاعو ايضا واحد، معناتها نفس الشيء، معناتها تثبت باللي ما كانش مماسات توازي دلتا واحد ولا دلتا 2 نفسها. مثلا احنا نقولوا دلتا واحد وان كان نفسها، صح، اذا دلتا واحد. انتبه جيدا، الان حنا كيفاش راح نجاوبوا على هذا السؤال؟ هذا السؤال راح نجاوبوا، راح نعكسوا طريقه الاجابه عليه. كيفاش؟ هو يقول لك بين انه لا توجد مماسات لسي اف توازي دلتا. انا واش ندير؟ افرض ان هناك كاين مماسات، نفرضوا باللي كاين مماسات لسي اف توازي دلتا، ومن بعد في الاخير نلقاو باللي ما كانش مماسات، والله نلقاو تناقض، معناتها نستنتجوا باللي لا توجد مماسات. اذا واش ندير احنا؟ نفرض انه يوجد مماس لي سي اف عند النقطة ذات الفاصلة اكس صفر
يوازي دلتا. قلنا مثلا نقولوا دلتا واحد، صح؟ راح نفرض باللي كاين ما ماس يوازي دلتا، صح؟ دلتا هذا هو المستقيم مثلا واحد، المستقيم الذي معادلته إجراك يساوي إكس زائد إثنان، هذا دلتا واحد، صح؟ احنا فرضنا باللي كاين مماس للمنحنى سي اف في نقطة معينة، ما علبناش بها، رانا نبحثوا عليها. انا نفرضوا بالك باللي راه كاين مماس تي، واش يدير المماس هذا؟ يوازي دلتا. احنا نعرفوا باللي كيكون زوج مستقيمات متوازيين معناتها عندهم نفس معامل توجيه، معامل توجيه تاع الاول يساوي معامل توجيه تاع الثاني. معامل توجيه تاع المماس هو دائما العدد المشتق عند اكس صفر، معامل توجيه المماس ديما هو العدد المشتق. ومعامل توجيه اي مستقيم عندك المعادله تاعو هو الانتر، الأ هو معامل توجيه. اذا نستنتج باللي اف تاع الاكس يساوي واحد، معاملات التوجيه تاعهم متساويه، اي ان اف فتحه لاكس صفر تساوي ماذا؟ تساوي واحد. واش نديروا الان؟ حنا نحلوا هذه المعادله ونبحثوا على اكس صفر، هل هو موجود ولا غير موجود؟ هل هو موجود ولا غير موجود؟ الان اف فتحه لاكس صفر يساوي واحد، واش معناتها؟ اف فتحه، نذكر مع بعضنا، اف فتحه واش هي؟ هي اسيه اكس ناقص 3 الكل مربع، معليش، اسيه اكس ناقص 3، اسيه اكس ناقص 3 على اسيه اكس زائد 3 الكل مربع تساوي 1. الان افصل البسط، افصل تربيع البسط والمقام، تخرج لك اسيه اكس ناقص 3 الكل مربع، اسيه اكس زائد 3 الكل مربع تساوي 1. رانا نحلوا في هذه المعادله، المجهول تاعها واش هو؟ هو اكس صفر، رانا نبحثوا على اكس صفر، صح؟ واش وصلنا؟ وصلنا باللي الكسر هذا يساوي 1. كسر يساوي 1 واش معناتها؟ معناتها البسط يساوي المقام، معناتها اسيه اكس صفر ناقص 3 الكل مربع يساوي اسيه اكس صفر زائد 3 الكل مربع، صح؟ نحلوا برك هذه المعادله ومجهول هو اكس صفر. اذا هذه متطابقه شهيره، مربع الاول اسيه اكس صفر الكل مربع، قلنا معناتها الاس نتاعها يتضرب في 2، اذا اسيه 2 اكس صفر هذا مربع الاول، زائد مربع ثاني، مربع 3 وشحال؟ 9، ناقص 2 في 2 في الاول في الثاني، اذا ناقص 2 في 3 في الاكس صفر، يعني ناقص 6 اسيه اكس صفر، هذه المتطابقه الاولى. المتطابقه الثانيه كيف كيف، فقط هنا ناقص حتى لي زائد، مربع الاول اسيه اكس صفر ويتربع، قلنا الاس نتاعها يتضرب في 2، زائد مربع ثاني زائد 2 في الاول في الثاني، 2 في 3 في اسيه اكس صفر، اذا 6 اسيه اكس صفر. لاحظ 9 منها تروح مع 9 من هنا، ديها من هنا يروحوا مع بعضهم، الاسيه هذه تروح مع الاسيه هذه. لاحظ الان واش رانا، واش لقينا؟ لقينا ناقص 6 اسيه تساوي 6 اسيه، معليش ادي ناقص 6 اسيه للطرف الاخر، واش راح تولي؟ راح تولي زائد 6 اسيه. اذا 6 زائد 6 معناتها 12 اسيه، 12 اسيه اكس صفر. الان انتبه جيدا، 12 مضروبه في الاسيه تساوي صفر، هل تقدر تنعدم هذه العباره؟ هل هذه المعادله عندها حل؟ 12 مستحيل تنعدم، عدد ثابت موجب، تمام. اسيه مستحيل تنعدم، نستنتج باللي هذه مستحيل تنعدم، وبالتالي هذه مستحيل تتحقق، نقولوا وهذا مستحيل او هذا تناقض. معناتها ماذا استنتج؟ استنتج أن الفرضيه اللي حطيتها يستحيل ان تتحقق، انه مستحيل يكون كاين مماس لسي اف يوازي دلتا. وبالتالي ماذا استنتج؟ أن استنتج انه لا توجد مماسات لسي اف توازي دلتا. طريقه البرهان هذه نسميها طريقه البرهان بالخلف، معناتها تعطيني قضيه معينه تقول لي اثبتها، انا واش ندير؟ نفرض العكس نتاعها ونخدم نخدم نخدم نلقى تناقض. لما لقينا تناقض معناتها الفرضيه اللي حطيتها راه مستحيل تتحقق، وبالتالي الشيء اللي قلته لي انت هو اللي صحيح. هذه هي بكل بساطه، زيد فكر فيها باش تهضم مليح طريقه البرهان هذه. الان بين ان النقطه ذات الفاصله ان 3 ترتيبها ان 3 هي مركز تناظر للمنحنى سي اف، وهذه فرصه مليحه باش نراجعوا ماذا؟ نراجعوا السؤال تاع مركز التناظر. انتبه جيد، اذا يقول لنا النقطه A، اذا النقطة A فاصلتها ألان 3 ترتيبتها ألان 3 هي مركز تناظر للمنحنى سي اف. قلنا لإثبات مركز تناظر عندنا خطوتين، أو عندنا عفوا شرطين،
الشرط الأول أنه مجموعة التعريف تكون متناظرة بالنسبة إلى فاصلة النقطة. هل مجموعة التعريف متناظرة بالنسبة إلى فاصلة النقطة؟ نعم، مجموعة التعريف في هذه الدالة df هي r، و r مجموعة متناظرة بالنسبة لأي عدد ينتمي لها. إذن df تساوي r، وهي مجموعة متناظرة، إذن مجموعة متناظرة بالنسبة إلى أنان ثلاثة. وش معناتها متناظرة بالنسبة إلى أنان ثلاثة؟ شوف باختصار شديد، مجموعة تعريف R هي مجموعة متناظرة بالنسبة لأي عدد ينتمي لها. متناظرة مثلا بالنسبة للصفر، كل عدد قبل صفر عنده نظيره بعد الصفر بالنسبة إلى صفر، يعني كاين واحد ناقص واحد، اثنين ناقص اثنين، أي عدد كذلك أنان ثلاثة، لأنه ببساطة المجموعة هذه من حيث لها أي عدد، أي عدد بعد أنان ثلاثة عنده نظيره قبل أنان ثلاثة وهكذا. هذا الشرط دائما يكون محقق لما يقول لك أثبت باللي راها مجموعة تعريف. الشرط الذي يهمنا وهو شرط حسابي، لما تكون عندنا نذكره به النقطة أوميغا فاصلتها A وترتيبتها B، تكون مركز تناظر للمنحنى CF بعد التحقق بطبيعة الحال من الشرط الأول اللي هو تناظر مجموعة التعريف بالنسبة إلى الفاصلة. لازم نثبتوا باللي القانون وش يقول لنا، يقول لنا F لاثنين A ناقص X زايد F لX يساوي 2B. يعني هنا وش هو المطلوب منا؟ المطلوب منا حساب هذه العبارة، نعوضه بالA بالفاصلة ونعوضه بالB بالترتيبة، يعني نحسبه F لي الA وشحال ألان 3، إذن F لي 2 ألان 3، إذن F لي 2 ألان 3 ناقص X ونزيدوا لها F لي X، ونلقاو في الأخير وش لازم نلقاو النتيجة، نلقاو 2B يعني 2 في الترتيبة، يعني نلقاوها 2 ألان 3. صح، روح معنا لعبارة الدالة الآن، وين تلقى X عوض بهذه العبارة؟ في بلاصة X حط هذه العبارة، يعني 2 ألان 3 ناقص X، هذه في بلاصة X، الكل نزيدوا لها 2 ناقص 4 أسية أسية زائد 3. في بلاصة X وش قلنا نحطوه؟ نحطوه 2 ألان 3 ناقص X، إذن 2 ألان 3 ناقص X، 2 ألان 3 ناقص X، هذه F لي 2 ألان 3 الكل ناقص X، نزيدوا لها F لي X، يعني نكتبوا F لي X كما راهي، X زائد 2 ناقص 4 أسية X أسية X الكل زائد 3. الآن على بالي بلي هذه العبارة الكثير منكم راح يتخلعهم وتبان لهم صعيبة وكذا، لكن هي سهلة، انتبه برك ومشي بالحسابات خطوة خطوة راح تجيب النتيجة. X ناقص X يروحوا مع بعضها، معناتها واش راح يبقى لنا؟ راح تبقى لنا 2 ألان 3، إذن تساوي 2 ألان 3، 2 ألان 3 صح، عندي 2 زائد 2 نتيجة 4، أيوة، ناقص 4 في أسية قلنا 2 ألان 3 الكل ناقص X أسية 2 ألان 3 ناقص X الكل زائد 3، هذه الأولى مع هذا الكسر أيضا اللي هو ناقص 4 أسية X على أسية X كل زائد 3. الآن دائما الإنسان لازم يكون ذكي في الحساب نتاعه، ما تبقاش تحسب هكذاك برك بلا ما تفكر، احسب لكن فكر شوية. النتيجة واش راح تخرج؟ راح تخرج على بالنا بلي تخرج 2B، لازم تخرج 2B، يعني تخرج 2 في ألان 3. واش معناتها؟ معناتها 2 ألان 3 هذه راح تبقى، يعني راح تبقى لي هذه برك، وهذو اللي بقاو وين راح يروحوا؟ راح يكون مجموع نتاعهم صفر، هذو اللي بقاو يكون مجموع نتاعهم صفر. زين، بما انه عندي هذه 4 معناتها هذه واش لازم تخرج لي باش تروح مع 4؟ لازم تخرج لي ناقص 4، اذا هذه كامل لازم تخرج لي ناقص 4. زيد ملاحظه اخرى، عندنا نقدروا نخرجوا ناقص 4 بيناتهم كعامل مشترك، بيناتهم في زوج خرجوا ناقص 4 كعامل مشترك، واش يبقى لي؟ يبقى لي اسيه 2 ألان 3 الكل ناقص اكس اسيه 2 ألان 3 الكل ناقص اكس الكل زائد 3. كيف كيف خرجنا ناقص والربعة معناتها تبقى لنا زائد أسية X أسية X الكل زائد 3. زيد فكر شوية، قلنا هذه ربعة اسمها هذه ناقص ربعة اسمها، وش نستنتج أنا؟ نستنتج باللي الكسر هذا لازم يكون واحد، إذا الكسر هذا يكون واحد باش يضرب في ناقص ربعة مع ربعة يروحوا مع بعضهم تبقى لي 2 ألان 3 برك. وش نقدر ندير؟ نقدر نكمل نحسبه ثم
ونقدر نحسبوا وحده ونبينوا بلي راه واحد. اذا 2 انا 3 زائد 4 ناقص 4 في صح كسرين. كيفاش نحسب النتيجه؟ نوحد المقامات. كيفاش راح نوحدوا المقامات؟ كيفاش راح نوحدوا المقامات؟ كل واحد يتضرب في المقام تاع الاخرى والمقامات نتاعهم يضربوا في بعضهم. اذا 2 انا 3 ناقص اكس زائد 3 مضروبه في اسيه اكس زائد 3 صح. اذا المقامات نتاعهم كيفاش نوحدوا المقامات؟ المقامات نتاعهم يضربوا في بعضهم كل واحد يضرب في المقام تاع الاخر ونجمعهم مع بعضهم. يعني اسيه 2 الان 3 ناقص اكس تتضرب في ماذا؟ تتضرب في اسيه اكس زائد 3 زي اسيه اكس في واش تتضرب؟ تضرب في هذا المقام اللي هو اسيه 2 الان 3 ناقص اكس لكل زائد 3. شوف راح نحسبوا هذه النتيجه في المحاولات، راح نحسبوا هذه النتيجه في المحاولات ونبينوا بلي واش لازم تخرج هذه الكاسه، لازم يخرج واحد صح. انتبه معايا كيفاش دير. ونشوف في البسط ونشوف في المقام. شوف الاسيه تتضرب في الاسيه، ماذا يحدث؟ يتجمعوا الاسس مع بعضها. اذا راح تولي لي اسيه 2 الان 3 ناقص اكس زائد اكس يروحوا مع بعضها صح، زائد 3 راح تتضرب في هذه الاسيه. اكتبها كما راهي 3 اسيه 2 الان 3 ناقص اكس هكذا زائد. شوف هنا انتبه مليح، انتبه معايا جيدا. دروك الاسيه راح تتضرب في الاسيه هذه، ماذا يحدث مره اخرى؟ يتجمعوا الاسس. كي تجمعوا الاسس تروح اكس مع ناقص اكس، يعني واش يبقى لنا في الاس؟ يبقى لنا مره اخرى اسيه 2 الان 3، يعني نقدروا نجمعوه مع هذا، نقدروا نجمعوه مع هذا، زائد 3 اسيه اكس صح. اسيه 2 الان 3 نفسها جمعها مع بعضهم، اذا عندنا اسيه زائد اسيه، اذا 2 اسيه ونحي وحده فيهم صح. الان واش لازم دير؟ لازم تنشر برك تنشر المقام. المقام شحال لازم تلقاه؟ لازم ديما ذكي تحسب وتفكر شحال تلقى النتيجه. حنا حابينها الكسر هذا واحد، باش يكون الكسر واحد لازم يكون البسط يساوي المقام. معناتها الان كي ننشروا الشيء اللي لقيناه في البسط لازم هو نفسه في المقام، والا رانا غالطين صح. انشر اسيه في الاسيه، جمعوا الاسس مره اخرى، يروح ناقص اكس مع اكس، اذا تبقى لنا اسيه 2 الان 3 زيد. زيد واش عندنا؟ عندنا زائد هذه تتضرب في 3، اذا اسيه 2 الان 3 ناقص اكس مضروبه في 3 زائد 3 اسيه اكس زائد 3 في 3. انتبه جيد، 3 في 3 اذا النتيجه 9. هنا قد يبدو لك انه ما همش كيف كيف، تبان لك باللي البسط ماهوش نفسه المقام. هنا كاينه خاصيه من خواص الاله نحتاجوها. قادر تقول لي استاذ حنا ما قريناش اصلا الالان وعلاش دخلت لنا الالان وكذا؟ دير في بالك بلي حنا نحضروا البكالوريا، كي نحضروا البكالوريا معناتها تلميذ كيبدا يحل البكالوريا قاري الاسيه وقاري الالان. شوف حنوظفوا خاصيه بسيطه للالان. واش تقول هذه الخاصيه؟ تقول بلي كي يكون عندي الان اكس مضروب في عدد، العدد بطبيعه الحال اكس يكون موجب، العدد هذا يولي اس، يعني ان الان اكس هي الان اكس الكل اس ان. هذه هي الخاصية اللي نحتاجوها، هذه راح نوظفوها هنا. شوفوا واش معناتها هذه، معناتها 2 هذه اللي مضروبة في ألان 3 تولي أس. الخاصية هذه واش هي الفائدة تاعها؟ باش نحيو الألان مع الأسية. إذا ركز معايا، كانت عندي أسية 2 ألان 3، الـ2 هذه اللي مضروبة في الألان قلنا من خواص الألان نقراوها من بعد تولي أس، الأسية تروح مع الألان تبقى لنا 3 مربع. 3 مربع واش هي؟ 3 مربع هي 9. إذا 9 مضروبة في 2 هذه النتيجة وشحال؟ نتيجة 18. إذا في البسط عندي 18 صح. هذه عندنا 9 زيد هذه بخواص الآلان. أو على فكرة نحبوا نبسطوها خلاص، اكتب النتيجة في الآلة حاسبة، اكتب أسية 2 ألان 3 تخرج لك ماذا؟ تخرج لك 9. علاش؟ لأنه الأس هنا يطلع تولي 3 أس 2 يروحوا مع بعضهم، تبقى لك أسية تروح مع الآلان، تبقى لك 3 مربع اللي هي 9. 9 زائد 9 النتيجة 18. معناتها هذا العدد حسبوه بالآلة حاسبة برك راح يمد لك 18. إذا فعلا البسط هو نفس المقام وبالتالي النتيجة واحد. إذا النتيجة واحد هذه راه مكتوبة ناقص 4 في 1. وبالتالي روحوا مع بعضهم، 4 ناقص 4 روحوا مع بعضهم، تبقى لنا 2 ألان 3. إذا بالفعل هذا راه مركز تناظر للمنحنى سي إف. إذا هذه النقطة
هي مركز تناظر للمنحنى سي اف. الان سؤال اخير قبل تمثيل البياني، قلنا بين ان المعادله اف لاكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا. اذا المعادله اف لاكس تساوي الصفر تقبل ماذا؟ حلا وحيدا سماه الفا، حيث الفا محصور بين ناقص 1.8 وناقص 1.7. نعم، هذا هو الحصر تاعو، ناقص 1.7 حسب مبرهنة القيم المتوسطة. لأن الآن ذكر معنا شروط تطبيق مبرهنة القيم المتوسطة، لازم تكون دالة اف مستمرة، لأن عملية على دوام مستمرة. إذا اف دالة مستمرة، هذا هو الشرط الأول في مبرهنة القيم المتوسطة. الشرط الثاني هو الرتابة، وهي رتيبة لأنه حسبنا درسنا نتيجة تغير تاعها، لقيناها متزايدة ومتزايدة تماما على ماذا؟ على أ. تقدر تذكر المجال تعريف كامل بما أنها رتيبة على مجال تعريفها، تقدر تذكر هذا المجال. الآن مطلوب منك تهز الآلة حاسبة تحسب أف لناقص 1.8 تلقاها سالبة، تحسب أف لناقص 1.7 تلقاها موجبة، تقول جداهما أقل من الصفر، إذا تحققت شروط مباراة القيم المتوسطة، أو تقول باللي الصفر محصور بينهما. إذا هذه أسئلة دراسة هذه الدالة. الآن تبقى لنا التمثيل البياني، وتبقت لنا مجموعة من الأسئلة بعده، مروا مع بعضنا نخدم. إذا الآن مع التمثيل البياني لهذه الدالة، قلنا ديما عندنا مجموعة من الخطوات نتبعوهم باش نديروا تمثيل بياني لأي دالة. الخطوة رقم 1، دائما نبدأ برسم المستقيمات. في هذا التمرين عندنا زوج مستقيمات مقاربة، مستقيم مقارب، مستقيمين مقاربين مائلين. اولا دلتا واحد معادله y يساوي x زائد 2. كيفاش نرسم المستقيمات المقاربه المائله؟ يمكن دائما نعوضوا بعددين، نعوض بصفر تمد لي 2، نعوض بواحد تمد لي 3، نحط النقطتين هذ، النقطه ذات الفاصله 0 ترتيبها 2، النقطه ذات الفاصله 1 ترتيبها 3، ونوصل بالمسطره. هذا هو ماذا؟ هو المستقيم المقارب الاول دلتا واحد معادلته y يساوي x زائد 2 بجوار ماذا؟ بجوار ناقص ما لا نهايه. اذا نذكر باللي هذا راه مقارب بجوار ناقص ما لا نهايه. عندنا مستقيم مقارب اخر معادلته y يساوي x ناقص 2، نعوض بالصفر تمد لي ناقص 2، نعوض بالواحد تمد لي 1 ناقص 2 تمد لي ناقص 1. اذا نحط هذه النقطه 0 ناقص 2 مع 1 ناقص 1 ونوصل بالمسطره. هذا هو المستقيم الثاني دلتا الذي معادلته y يساوي x ناقص 2، وهو مستقيم مقارب بجوار زائد ما لا نهايه. الان الخطوه الثانيه هي جدول التغيرات. جدول التغيرات واش نهزو منه؟ نهزو منه فقط نهايات والذروات. جدول التغيرات هنا في الحقيقه عندنا نهايتين فقط، يعني دالة رتيبه، ناقص ما لا نهايه، نهايه عند ناقص ما لا نهايه هي ناقص ما لا نهايه. الان وين نحط المنحنى؟ ما تنساش باللي هذا مستقيم مقارب عند ناقص ما لا نهايه، لما يكون x في ناقص ما لا نهايه سي اف وين يكون؟ يكون قريب من المستقيم المقارب هذا. الان نحطه فوقه ولا تحته نعتمد على الوضع النسبي. احنا قلنا دائما يكون سي اف تحت دلتا، اذا بهذه الطريقه. الان نهايه عند زائد ما لا نهايه هي زائد ما لا نهايه. وين نحط المنحنى سي اف؟ لما يكون x في زائد ما لا نهايه سي اف يكون ايضا في زائد ما لا نهايه، يكون قريب من المستقيم المقارب هذا اللي هو في جوار زائد ما لا نهايه. هذا هو اللي دلتا 2 مستقيم مقارب في جوار زائد ما لا نهايه. الان نحطه فوق ولا تحت؟ الوضع النسبي يقول لي بلي سي اف ديما يكون فوق دلتا. خلصنا جدول التغيرات، من المفروض نروحوا للخطوه الثالثه اللي هي الوضع النسبي. الوضع النسبي هذا موالفين نهزوا منه نقطه تقاطع سي اف مع المستقيم المقارب. هنا في هذا التمرين لقينا باللي ما يتقاطعش، ما كانش تقاطع، سي اف ديما تحت دلتا واحد وفوق دلتا 2. هذه هي الخطوه الثالثه. رابعا عندنا نقاط مميزه، عندنا نقاط مميزه. وش معناتها نقاط مميزه؟ هي كل نقطه يحكي لنا عليها في التمرين. مثلا حكى لنا هنا في هذا التمرين على نقطتين، حكى لنا اولا على النقطه لما اثبتنا باللي اف لاكس تساوي الصفر تقبل حلا وحيدا الفا في المجال ناقص 1.8 ناقص 1.7. اذا الفا محصور بين ناقص 1.8 وناقص 1.7. واش معناتها اف لاكس تساوي الصفر؟ معناتها تقاطع مع محور فواصل. اذا سي اف اين يتقاطع مع محور فواصل؟ في النقطه ذات الفاصله ما بين ناقص 1.8 ناقص 1.7. نهزو احنا على التقريب ناقص 1.7. زيد عندنا هذه النقطه
ذات الفاصلة ألان ثلاثة وترتيبة ألان ثلاثة. هذه النقطة هي لو كان تتذكر هي نقطة الانعطاف، لأن المنحنى CF يقبل نقطة انعطاف فاصلتها ألان ثلاثة. صح زيد، وهي أيضا مركز تناظر، هي نقطة انعطاف ومركز تناظر، فاصلتها ألان ثلاثة وترتيبتها ألان ثلاثة. ألان ثلاثة حسبها بالآلة حاسبة تخرج لك بالتقريب 1.09، إذن بالتقريب 1.09. حط لنا هذه النقطة، النقطة التي فاصلتها 1.09 وترتيبتها كذلك 1.09، هذه نقطة انعطاف. لما يوصل لها المنحنى ثم ينعطف. أخيرا ما عندناش نقاط أخرى، أخيرا عندنا التوصيل. إذا نوصلوا بين هذه المعلومات، كيفاش نوصل بين هذه المعلومات؟ حاول نبدأ مثلا من هنا بهذا الشكل، روح التقاطع مع محور فواصل، ومن بعد نبقى نقرب للمستقيم المقام. هذا رسمنا دروكا الجزء الأول تاع المنحنى سي اف. الآن واش خصنا؟ خصنا نزيدو نرسمو الجزء الثاني. على فكرة بما أنه هنا ما عندناش معلومات كثيرة على المنحنى، واش تقدر ندير؟ نقدر نهز نقاط مساعدة، مثلا يعني نهز الآلة الحاسبة نحسب صورة مثلا ناقص واحد ناقص اثنين باش يجيني المنحنى أكثر، يعني أكثر دقة. الآن هذه النقطة قلت لك كيف كيف تقدر تهز مثلا تحسب صورة اثنين صورة ثلاثة باش تفهم مليح السلوك تاع المنحنى كيفاش راح يكون. إذا هذه النقطة هي نقطة انعطاف، نقطة انعطاف نحاولوا نرسموها بالشيء اللي نقدروا عليه. إذا ينعطف عند المنحنى ويروح لماذا؟ يروح للمستقيم المقارب، يبقى يقرب من المستقيم المقارب فيجي ورا الزايد ما لا نهاية راح يقرب منه. إذا بهذه الطريقة رسمنا المنحنى سي اف. وملاحظة هنا فقط راك تلاحظ باللي لما ما يسعفنيش أنه يبدا يوصل عادي، ما تبداش تقرط في المنحنى هكذا باش تقدموا المستقيم المقارب، لا راه يقاربوا في جوار الزايد ما لا نهاية. ودير في بالك باللي هذه راه رسوم إن صح التعبير هي فقط تقريبية، يعني المنحنى مش بهذه الدقة بعد، لأنك لو كان ترسمه برمجية يعني بتطبيق ولا بالحاسوب ولا بالهاتف تلقاه موش هذا نفس الشكل، ولكن يشبه له إلى حد بعيد، لأنه إحنا نرسمه بوسائل يعني تقليدية، نرسم مسطرة وقلم وكذا، في حين البرمجية ترسم بتقنيات متقدمة. على كل حال هذا هو التطبيق تاع المنحنى سي اف. الآن يقولنا مناقشة بيانية، ناقش بيانيا عدد حلول المعادلة، ناقش بيانيا عدد حلول المعادلة ذات المجهول الحقيقي X. انتبه جيدا، هذه المناقشة مناقشة ممتازة فيها على الأقل ثلاثة أفكار، فيها على الأقل ثلاثة أفكار، انتبه معي جيدا. الفكرة الأولى وش هي؟ قولوا ليكن X ينتمي إلى مجموعة تعريف هذه الدالة اللي هي A وام وسيط حقيقي. صح، انتبه جيد، نضع ماذا؟ المعادلة اللي أعطاها لنا الحاجة الأولى، أعطينا F لناقص القيمة المطلقة لـ X تساوي ماذا؟ تساوي ألان آم الكل مضروب في X الكل زائد 2. شوف انتبه جيدا هنا باش نفهمه، ألان القيمة المطلقة لـ آم، ألان القيمة المطلقة لـ آم. هنا على فكرة قلنا آم وسيط حقيقي غير معدوم، على بالي باللي الكثير منكم راح يقول استاذ ما قريناش الالان وكذا، ولكن انتبه برك هي حاجه بسيطه ان شاء الله، حاجه بسيطه جدا درك تفهمها بكل سهوله. صح، يعني ما نحتاجوش امور كثير على الالان، نحتاجو فقط فكره ولا فكرتين نعرفوهم من دروس تاع الاسيه. الفكره الاولى اللي لازم نعرفوها، احنا قلنا هنا عاده مش لازم، عاده في هذا الجزء مول في كتبنا اف ل اكس، علاش؟ لانه احنا نكونوا رسمين المنحنى سي اف ونناقشوا بالمنحنى سي اف، ولكن نلاحظوا باللي ما كتبناش اف ل اكس، كتبنا اف لناقص القيمه المطلقه ل اكس. واش معناتها؟ معناتها لازم يكون عندي هذا المنحنى مرسوم، لازم يكون عندي منحنى هذه الداله مرسوم، يعني هنا راه دار لنا خدمه زايده هو. وش هي هذه الخدمه؟ الخدمه هي انه نسميه، نقدر نخدم بهذه الطريقه، نسمي هذه الداله نسميها جي. صح، جي هذه كيفاش معرفه؟ اف لناقص القيمه المطلقه ل اكس. صح، نكتبها هنا، نكتبو معليش، نكتبو جي نضع نضع جي لإكس تساوي اف لناقص القيمة المطلقة لإكس. علاش؟ باش برك يكون عندي منحنى هذه الدالة مرسوم، لأنه لو كان ما يكونش عندي المنحنى مرسوم ما نقدرش ندير المناقشة. صح، هذا كيفاش مول فين نرسموه حنايا من الوحدة الأولى من السنة الثانية؟ كيفاش نديرو؟ أولا لازم نديرو في بالنا باللي يجب كتابة جي لإكس دون رمز القيمة المطلقة، حابين نرسم المنحنى سي جي. صح،
نكتبوا جي لي اكس دون رمز القيمه المطلقه. صح، القيمه المطلقه واش هي الخدمه تاعها؟ القيمه المطلقه واش هي الخدمه تاعها؟ اذا كان ما بداخلها موجب تخليه كيما راه، واذا كان ما بداخلها سالب تضربه في الناقص. صح، كي يكون ما بداخلها موجب ما دير والو، القيمه المطلقه تتنحى. كي يكون ما بداخلها سالب نقدروا نغلقوا هنا عادي. كي يكون ما بداخلها سالب واش ندير؟ القيمه المطلقه واش دير؟ تضرب في الناقص، مع الناقص الموجوده تصبح ناقص ناقص اكس، وبالتالي تصبح اكس. الذي يهمنا ان جي لي اكس يساوي اف لي اكس، وين؟ في المجال السالب، يعني في المجال من ناقص ما لا نهايه صفر. يعني نستنتج ان سي جي منطبق على ماذا؟ على سي اف، وين؟ في المجال من ناقص ما لا نهايه صفر. صح، كاينه نقطه لم ندقق فيها، هو ما طلبهاش منا، هي نقطه التقاطع مع محور التراتيب، هو ما طلبهاش منا ولكن احنا نحتاجوها الان. ارجع لعباره الداله اللي كانت عندنا. عباره الداله اللي كانت عندنا عوض فيها بصفر، واش راح تلقى؟ راح تلقى اف لصفر تساوي واحد. معناتها لو كان نحبوا ندقوا مليح، المنحنى سي اف يقطع لنا محور الفواصل في هذه النقطه. صح، اذا المنحنى سي اف يقطع لنا المحور الفواصل في هذه النقطه، ومن بعد عندنا نقطه انعطاف ومن بعد. علاش درت هكذا؟ لانه في المجال الان من ناقص ما لا نهايه لصفر راك تقول باللي سي جي راه منطبق على سي اف. واش معناتها؟ معناتها هذا في الناقص ما لا نهايه، في المجال السالب من ناقص ما لا نهايه لصفر، المنحنى تاع سي اف يكون نفسه المنحنى تاع سي جي، يعني نعاود عليه بلون واحد اخر، نعاودوا عليه بلون واحد اخر. صح، في المجال اللي بقى اللي هو من صفر لزايد ما لا نهايه، كيفاش نجيب المنحنى تاع الداله جي؟ هنا دير في بالك باللي هذا الداله اللي تكون فيها القيمه المطلقه على اكس، سواء كانت مضروبه في الناقص ولا ما كانتش مضروبه في الناقص، ديما هي داله زوجيه. علاش؟ لانه اذا كان حسبت جي لناقص اكس هي اف لناقص القيمه المطلقه في بلاصه اكس تحط ناقص اكس، الناقص هذه تنحيها القيمه المطلقه هكذا، اذا ترجع كيما كانت الداله جي. يعني احنا نعرفوها من سنه ثانيه، كي تكون اكس بالقيمه المطلقه الداله ديما تكون داله زوجيه. صح، داله زوجيه واش معناها؟ معناها ان سي جي متناظر بالنسبه الى حامل محور التراتيب. تقدر تذكر له التبرير، لان جي داله زوجيه، اللي قلت لك فيها عن اقل ثلاث افكار، رانا مزلنا في الفكره الاولى في هذه المناقشه البيان. واش معناتها؟ الان راح نمحي منحنى سي اف، راح نمحي الجزء اللي ما يهمنيش منه. صح، الجزء هذا ما يهمناش منه، راح يروح. دروكا يهمنا الجزء هذا الاخر. صح، كيفاش يهمنا الجزء هذا الاخر؟ لازمتنا الان نجيبوا نظير، انتبه جيد، لازمتنا نجيبوا الان النظير تاع سي اف بالنسبه الى حامل محور التراتيب، يعني راح يترسم بهذه الطريقه. تقدر تهز بهذه الطريقه وترسم هكذا، وتقدر تكون ذكي شويه تناظر هذا المستقيم اللي عندك هو تناظره بالنسبه لمحور التراتيب. يعني كان هكذا نعاودوا حنا نناظروه، كيفاش راح يخرج؟ انتبه جيدا، راح يخرج نظيره، نقدروا نقولوا يخرج عمودي عليه في هذه الحاله، اذا يخرج يترسم هكذا. هذا ايضا نمحيه لانه الان ما نحتاجوهش، هذا كان مستقيم مقارب في جوار زائد ما لا نهايه، ما نحتاجوهش. نرسم هذا المستقيم راح نناظره بالنسبه الى محور التراتيب، باش يجيني التناظر تاع المنحنى سهل. هذا المستقيم اذا حاب نجيب المعادله تاعو، ركز جيدا، المعادله تاعو واضحه. اذا المعادله تاع هذا المستقيم راها واضحه. كيفاش واضحه؟ انتبه جيد، انتبه جيدا باش تفهمها. المعادله تاعو راها من الشكل، اي مستقيم قلنا المعادله تاعو من الشكل y يساوي ax زائد b. صح، البي تاعو كيفاش نعرفها؟ اي مستقيم المعادله تاعو من الشكل ax زائد b. البي تاعو شي هي؟ البي هي ديما ترتيبة نقطة تقاطع مع محور تراتيب، البي تاعو 2، إذا نكتب بهذه الطريقة البي تاعو 2. الآن الآن تاعو كيفاش نجيبها؟ المستقيمين هذو قلنا متعامدين. القاعدة إذا كان مستقيمين متوازيين عندهم نفس معامل التوجيه. إذا كان مستقيمين متعامدين معاملات التوجيه نتاعهم معاملات التوجيه نتاعهم الجداء نتاعهم يساوي ناقص واحد. واش معناتها؟ معامل التوجيه تاع هذا الأول واش هو؟ هو واحد. معامل التوجيه تاع الثاني هذا وش هو؟ هو ا.
قلنا زوج مستقيمات متعامدين معاملات التوجيه نتاعهم كي تضربهم في بعضهم نتيجه ناقص واحد. هل يمكن ان تجد ا وشحال تساوي؟ نعم تساوي ناقص واحد على واحد اللي هي ناقص واحد. اذا ا معامل التوجيه نتاعو تساوي ناقص واحد. الان واش درنا؟ اذا ناقص واحد في اكس نكتبه مباشره ناقص اكس صح. الان واش راح ندير؟ راح ندير فقط نعاود الان الناظر سي اف، الناظر سي اف يعني نعتمد على هذا المستقيم المقارب اللي نظرناه. شوف مليح، سي اف كان هذا مقارب ليه اللي هي واللي هذاك مقارب ليه، مفهوم؟ يعني نرسموه بهذه الطريقه. زيد عندنا معلومه اخرى نقدروا نعتمدوا عليها، هنا كان ينعدم عند 1.7 ناقص 1.7 كيروح من هي وين راح يولي ينعدم؟ ينعدم دير النظيره تاعها اللي هي 1.7 ووصل. هكذا راك رسمت، هكذا راك رسمت المنحنى سي اف، عفوا رسمت المنحنى سي جي بطريقه رائعه جدا. اذا هذا هو دروكا سي جي، نحينا سي اف، هذا هو سي جي. الان انتبه جيدا، دروكا نعاود نرجع مره مره اخرى للمناقشه تاعنا. اذا احنا لما حطينا جي اكس تساوي اف لناقص اكس، هذه المعادلة دروك كيف ستصبح؟ المعادلة هذه بطبيعة الحال كامل تكتبها، محينا الأولى ورانا نكتبو دروكا في جزء ثاني من الإجابة. المعادلة هذه تصبح ماذا؟ هذه سميناها جي لإكس، إذا تصبح جي لإكس تساوي الآن القيمة المطلقة لآم مضروبة في إكس الكل زائد 2. إذا الآن هنا المعادلة هذه الآن بدأت تتضح شوية، راح نناقشوا بالمنحنى سي اف، وهذا هو الشكل تاع المناقشة البيانية. الآن أنا ننصحك إذا كان ما راكش فاهم المناقشة البيانية انتظرنا قليلا، اللي فهمها يقدر يكمل معي هذا السؤال تاع المناقشة البيانية. اللي ما راش فاهمها يشوف الفيديو تاع أفكار العلامة الكاملة، يتفرج المناقشة البيانية المائلة الأفقية المائلة والدورانية، الأفقية والمائلة والدورانية. احنا واش قلنا باش تفهمني مليح في المناقشه اللي احنا خدمها؟ لانها متقدمه شويه، لازم تكون فاهم الافقيه والمائله والدورانيه باش تفهمني واش راح نقول الان. احنا واش قلنا؟ طبيعه المناقشه كيفاش نعرفوها؟ نشوفوا الطرف الثاني تاع المعادله. اذا كان ما فيهش الاكس راها افقيه، اذا كان فيه الاكس تقدر تكون مائله تقدر تكون دورانيه. متى تكون مائله؟ متى تكون دورانيه؟ اذا كان الا ثابت والبي متغير، في هذه الحالة تكون مائلة، وشرحنا في الفيديوهات أفكار العلامة الكاملة علاش. صح، إذا كان الآم متغير والبي ثابت في هذه الحالة تكون دورانية. الآن الحالة تاعنا ما هو المتغير ما هو الثابت؟ المتغير هو الأ والثابت هو البي. مليح، إذا هذه المناقشة راها دورانية، ولكن نلاحظوا بلي مش مكتوبة من الشكل هذا. احنا قلنا في افكار العلامة الكاملة، واذا ما تعرفش هذه الفكرة تعلمها، قلنا باللي الا والبي مش شرط يحط فيهم الام، يقدر يحط فيهم ام، يقدر يحط فيهم ام مربع، جذر ام، ام ناقص 2، قيمة مطلقة لام، الان ام، اسية ام، صح قلنا هذو كامل عندهم فكرة واحدة، وش هي الفكرة تاعهم؟ هي تحويل متغير. هذا نسميوه ام كبير. اذا نضع ام كبيرة تساوي الان القيمة المطلقة لام. إذا أم كبيرة تساوي الآن القيمة المطلقة لأم. تصبح المعادلة مرة أخرى جي لإكس تساوي ماذا؟ أم كبيرة مضروبة في إكس زائد 2. الآن بهذه الحيلة أصبحت هذه المناقشة ماذا؟ مناقشة دورانية. صح، مرة أخرى تقبل هذه الفكرة أيضا، لما تكون عندنا فكرة تحويل متغير أنا دائما نقترح أنكم تديروا جدول. تبعني دوك تفهمي خطوة بخطوة. صح، هنا قيم ام كبيرة وهنا عدد حلول المعادلة. صح، في سلسلة افكار العلامة الكاملة قلنا الفكرة تاع المناقشة البيانية وش هي؟ الفكرة تاع المناقشة البيانية هي هذه الفكرة، ركزوا مليح. لازم نفهموا باللي هذو راهم مستقيمات، البي تاعهم كامل 2، بما انه البي تاعهم كامل 2 معناتها كامل راح يخرجوا يقطعوا لنا محور تراتيب في هذه النقطة، كيما هذا البي تاعو 2 خرج يقطع هنا، البي تاعو 2 خرج يقطع هنا، هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية ماذا يتغير فيهم؟ الميل، الميل وش هي الخدمة تاعو؟ الميل الخدمة تاعو هي
اسمه الميل الخدمة تاعو شحال المستقيم تاعنا إن صح التعبير يميل على حامل محور فواصل. لما يكون المستقيم تاعنا أفقي الميل ديما صفر، تذكر هذه الخارطة جيدا، الميل صفر. بعد الميل مثلا يبقى يزيد 1 2 3 4 5 6 7 100 مليار حتى يوصل هنا، يولي ميل عظمي ما يقدرش يفوت هذا الميل زايد منه، كون يفوتو يبدا ينقص. مفهوم؟ صح. الميل ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4 ناقص 5 ناقص 100 ناقص مليار حتى يلحق هنا، يولي عمودي موجه نحو الاسفل، الميل تاعو ناقص مال. هذا نقصد مستقيمات عموديه. مفهوم؟ اذا هذه هي الفكره. وبالتالي مجموعه من المستقيمات كامل يمروا هنا، الميل تاعهم مش الميل تاعهم مش يدير، يبقى يزيد هكذا ويدوروا، اذا يبقاو يدوروا. لهذا السبب نقولوا مناقشه بعيد. اذا ذكر لي باللي هنا الميل راه ناقص ما لا نهايه. صح، انتبه جيدا. درك واش نديروا؟ نهزوا المسطره ونبداو نناقشوا. انتبه مليح، انتبه فيها شويه افكار. صح، هز المسطره ديما هزها بهذه الطريقه، هزها بهذه الطريقه، هزها افقيه. الان مركز دوران اللي تدور به بالنسبه ليه ما تنساش هذا هو اللي حتدوروا به. علاش؟ لانه مستقيمات كامل قلنا يمرونا عند اثنين بالنسبه للمحور التراتيب. الان الميل هكذا، تخيل بمستقيمه موجهه نحو الاسفل، الميل وشحال؟ راه ناقص ما لا نهايه. الان ابدا دور المسطره وشحال تقطع لك المنحنى من مره، راه ما تغيرهاش من هذه، ما تغيرهاش من هذيك، مركز الدوران لازم يبقى ثابت. شوف مليح شحال المسطره تقطع لنا المنحنى مره، لاحظوا بلي المسطره تقطع لنا المنحنى مره واحده مره واحده مره واحده مره واحده حتى نوصلوا لهنا. اذا هنا راه ناقص ما لا نهايه، ام كبيره يبدا من ناقص ما لا نهايه. المعادله تقبل، ولا اختصارا احنا نكتب حلا وحيدا، احنا نكتب حلا وحيدا، وانت تكتب المعادله تقبل حلا وحيدا. اذا يبقى حل وحيد، يبقى حل وحيد، يبقى حل وحيد، حل وحيد، حل وحيد، حتى نوصلوا للمستقيم هذا. شوف مليح المستقيم هذا وشحال قيمه الام فيه. قيمه الام في المناقشه الدورانيه، شوف ديما الا تاع المستقيم، الا تاع المستقيم هنا كم تساوي؟ تساوي ناقص واحد. معناتها كي نوصلوا هنا شحال تكون قيمه الام؟ ناقص واحد. في المناقشة الدورانية الآن ديما هي الآ تاع المستقيم، إذا المجال تاعنا هذا وين ينتهي؟ عند ناقص واحد. الآن عند ناقص واحد بالتحديد، كيكون الآن يساوي ناقص واحد، يعني كيكون هذا المستقيم، هل المستقيم هذا يقطع لنا المنحنى؟ لا، منا ما يقطعوش، يقرب منه فقط، ومنا ما كانش أصلا المنحنى. مفهوم؟ إذا من ناقص ما لا نهاية، وهو حل وحيد، حل وحيد، حل وحيد، حل وحيد، حل وحيد، حتى نوصل المماس يختفي والحلول. الآن عند ناقص واحد إذا لازم نفتح، لأنه ناقص واحد ما كانش حل، ما تقدرش تحسبه معاه. صح. الآن الآن يساوي ناقص واحد، كيكون ناقص واحد قلنا ما كانش حل. نكملوا الدوران تاعنا، ركز جيدا، نكملوا الدوران تاعنا. هل توجد حلول؟ لا توجد حلول. معناتها من ناقص واحد وحنا نمشي وهي ما كانش حلول، ما كانش حلول، لأنه لاحظ المسطرة ما تقطعناش المنحنى، ما كانش المنحنى، المنحنى ما كانش هنا وما كانش هنا. مفهوم؟ إذا ما كانش تقاطعات، ما كانش تقاطعات، ما كانش تقاطعات، ما كانش حلول. يعني ناقص واحد نعتبروه مع المجال اللي بعده، انطلاقا من ناقص واحد المعادلة لا تقبل حلول. إذا لا تقبل حلولا. صح. وين يخلص المجال؟ وين يبداو يبانوا الحلول؟ شوف كون ذكي شوية، كمل الدورة تاعنا، نكملوا 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 حتى نوصلوا لهذا. كي نوليو هنا، إذا من لهنا لهنا ما كانش حلول. كي نوصلوا لهنا المستقيم راه مرسوم، راح يبدا يقطع لنا المنحنى. صح. هنا وشحال قيمه الا؟ ما تنساش بلي المستقيم هذا المعادله تاعو يكراك يساوي اكس زي 2، يعني الان تاعو وشحال؟ واحد. وبالتالي قيمه الام ثم راها واحد. اذا من ناقص واحد حتى الواحد لا تقبل حلول. عند واحد بالتحديد يكون هذا المستقيم الا تساوي واحد، هل هذا المستقيم يقطع لنا المنحنى؟ لا، يقرب منه برك، وبالتالي عند الواحد ايضا ما كانش حلول. إذا نغلق. الآن إذا كان آم من واحد لزيد ما لا نهاية، يعني أبدأ من هذا المستقيم وأبدأ دور، ركز جيدا، من واحد لزيد ما لا نهاية. لاحظ الآن المسطرة شحال تقطع لنا المنحنى من مرة؟ تقطعه لنا مرة، يعني هذا المستقيم يعاود يدور هكذا، راح ديما تلاحظ باللي يقطع لك المنحنى مرة واحدة. هز أمثلة مثلا، شوف مليح، هز أمثلة تكون تمر على مركز الدوران، عفوا، تكون تمر على مركز الدوران وشوف وشحال تقطع لك. ديما تبقى تقطع لك المنحنى مرة واحدة مرة واحدة، إذا مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة حتى نعاودوا نوصلوا للمستقيم المقارب العمودي. يعني من هذا المستقيم إلى المستقيم المقارب العمودي، يعني من واحد للزايد ما لا نهاية، وهو كاين حل وحيد. إذا من واحد نفتح، لأن الواحد حسبته مع المجال الآخر، للزايد ما لا نهاية نقول المعادلة تقبل حلا وحيدا.
الآن هل كملنا الإجابة؟ لا ما كملناش الإجابة. علاش؟ لأنه هو قال لي ناقش حسب قيم آم كبيرة، أنا لازمتني الآن ناقش حسب، لازمتني نمدلو النتائج، هو قال لي يعطيني الحلول بقيم آم صغيرة، صح أنا باش ناقشنا؟ ناقشنا بقيم آم كبيرة. كيفاش راح نديرو دركا؟ هذه الفكرة ديما تكون في تحويل المتغير، بعد ما ندخلوا آم كبيرة هذا لازم نتخلصوا منه. انتبه جيد في هذا المجال، راك تقول باللي آم محصور بين ناقص واحد وواحد، هذه آم كبيرة، لازم تلقى لي الآن آم صغيرة إلى ماذا تنتمي. ما تنساش باللي آم كبيرة وش هي؟ هي آلان القيمة المطلقة لآم صغيرة. إذا آلان القيمة المطلقة لآم صغيرة محصورة بين ناقص واحد وواحد، وش نديروا الآن؟ لازم نتخلصوا من الآلان. كيفاش نتخلصوا من الآلان؟ ندخلوا الأسية، تولي له أسية ناقص واحد أقل أو يساوي، دخل الأسية، دخل الأسية، تروح الآلان، تبقى لك القيمة المطلقة لآم محصورة بين أسية ناقص واحد وأسية واحد. انتبه جيدا، الآن القيمة المطلقة لآم أقل من أسية ناقص واحد وأكبر من أسية ناقص واحد. هنا لازم نعرفوا قاعدتان في غاية الأهمية بالنسبة للقيمة المطلقة. لما تكون القيمة المطلقة لx باش نفهموها مثلا أقل من 5، والقيمة المطلقة لx أكبر من 3. القيمة المطلقة لx أكبر من 5 نقولوا باللي x راه محصور، x راه محصور بين ناقص 5 و 5. هذه قواعد بالنسبة للقيمة المطلقة لازم نكون تعرفها. لما يكون القيمة المطلقة لx أكبر من عدد، معناتها x راه أكبر من ذلك العدد أو x أصغر من ناقص ذلك العدد. إذا قلت لك الآن إذا ما تعرفش الخواص المتعلقة بالقيمة المطلقة، اكتب القيمة المطلقة الأستاذ عبد الباسط يخرج لك فيديو شارح فيه كل ما يتعلق بالقيمة المطلقة. صح، انتبه جيدا، هذه راح نطبقوها هنا. أنت راك تقول باللي آم راه أقل من أسية واحد، أسية واحد على فكرة هي أو. إذا راك تقول باللي آم راه أقل من أو، يعني وش معناتها؟ معناتها آم محصور بين ناقص أو وأو، وكاينة مساواة. صح، وفي نفس الوقت راك تقول باللي القيمة المطلقة لآم راها أكبر من أسية ناقص واحد، وش قلنا وش معناتها؟ معناتها راه آم أكبر من أسية ناقص واحد أو آم أصغر من من ناقص أسية ناقص واحد، مفهوم؟ أكبر من هذا العدد أو أصغر من ناقص هذا العدد. صح، انتبه جيد، راح نخدمو كما كنا نخدمو في سنة أولى ثانوي. انتبه مليح، المجال نديرو مستقيم المدرج من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. أولا وش راك تقول؟ راك تقول باللي x راه محصور بين ناقص O و O، إذا عندنا هذا صفر، عندنا ناقص O اللي هي ناقص 2.7 و O اللي هي 2.7، إذا راك تقول باللي الآم راه في هذا المجال. صح، مليح. وفي نفس الوقت راك تقول و، الوا ديما وش معناتها من سنة أولى ثانوي؟ معناتها تقاطع، لأن عندنا مجال أو عندنا مجموعة أولى مع مجموعة ثانية. المجموعة الأولى هذه وش فيها؟ فيها زوج مجالات، آم أكبر من أسية ناقص واحد، أسية ناقص واحد أحسبها بالآلة الحاسبة تخرج لك 0.36، إذا أسية ناقص واحد هنا وناقص أسية ناقص واحد هنا. أولا راك تقول باللي آم أكبر من أسية ناقص واحد، معناتها من أسية ناقص واحد إلى زائد ما لا نهاية. صح، وراك تقول باللي آم أصغر من ناقص أسية ناقص واحد، يعني من ناقص ما لا نهاية إلى هذا إلى هذا العدد. الآن انتبه جيدا، بيناتهم و، الوا معناتها تقاطع، معناتها العناصر مشتركة، معناتها المجال اللي راه فيه اللونين اللي ينتمي للمجموعتين الأولى والثانية. أقرأه لنا، هنا راح تستنتج باللي آم محصور بين ناقص أسية ناقص واحد، عفوا محصور بين ناقص، قرب مليح المجال لحظة، من ناقص أو ناقص أسية ناقص واحد، هذا المجال الأول، من ناقص أو ناقص أسية ناقص واحد، ونغلق لأنه ديما المجالات راه مغلوقة في هذه الحالة. صح، اتحاد المجال الثاني منين يبدأ؟ اللي ينتمي للمجالين اللي راه ملون بالأسود والأحمر، يبدأ من أسية ناقص واحد الأو، إذا يبدأ من أسية ناقص واحد الأو، هذا المجال الثاني. هذه الخدمة اللي درناها من أجل هذا القيمة، من أجل هذا المجال، نزيد نعاودوها بالنسبة لبقية المجالات. ركز جيد، هنا راك تقول باللي آم مثلا، هناك تقول باللي آم أكبر، نبدأ بهذه، راك تقول باللي آم أصغر من ناقص واحد،
أم أصغر من ناقص واحد، أم كبيرة وش هي مرة أخرى؟ هي الآن القيمة المطلقة لأم. هكذا أقل من ناقص واحد، رانا نقولوا كي تكون قيم أم في هذا المجال ما هي قيم أم صغيرة. واش ندير؟ دخل أسي على الطرفين. كي ندخل أسي على الطرفين من تختفي الآن، تولي لي القيمة المطلقة، من هي تولي أسية ناقص واحد، عفوا أقل. تمام، أرجع للخاصية هذه، القيمة المطلقة هي عدد أقل من عدد، معناتها الآن هذا قلنا محصور بين بين هذا العدد وناقص هذا العدد. يعني الآن منين يكون محصور؟ يكون ما بين ناقص أسية ناقص واحد وأسية ناقص واحد. يعني المجال اللي ينتمي له شي هو؟ هو ناقص أسية ناقص واحد إلى أسية ناقص واحد. هنا المجالات تفتح لأنه هذا المجال مفتوح، راه أقل تمام. إذن هنا المجالات نفتحها لأنه هنا هذا مجال مفتوح، وبالتالي أقل تماما أقل تماما، إذن المجالات تفتح. صح، بقى لنا مجال واحد وأخير، لما يكون أم أكبر من واحد. أم أكبر من واحد وش معناتها؟ أم وش هي؟ هي مرة أخرى الآن القيمة المطلقة لأم أكبر من واحد. دخل الأسية على الطرفين، من تولي الأسية واحد، من تختفي الآن مع الأسية، يعني تولي لنا القيمة المطلقة لأم أكبر من أسية واحد اللي هي أ. أرجع للخاصية، القيمة المطلقة لأم أكبر من أ، معناتها أم يكون إما أكبر من أ إما يكون أم أصغر من ناقص أ. أم أكبر من أ عبر عليها بمجال، معناتها من أ للزايد ما لا نهاية. كتقول إكس أكبر من خمسة، خمسة زايد ما لا، إذا أم أكبر من أ معناتها أ زايد ما لا. نفتح ولا نغلق؟ نفتح لأنه تماما، إذا نفتح المجال. اتحاد المجال الآخر اللي كنت تنتمي له، أم أقل من ناقص أ، أم أقل من خمسة معناتها من ناقص ما لا نهاية الخمسة، أم أقل من ناقص أ معناتها من ناقص ما لا نهاية الناقص أ، ونفتح لأنه كاين أقل تماما. إذا هذه هي المناقشة البيانية، على بالي بلي دوخ وفيها شوي خدمة، ولكن هذه هي الرياضيات. لو كان نبقاو نعاودوا في نفس الأفكار لنعرفوهم كامل ما درنا والو، ثم فيها لازمتنا نتعلموا أفكار صعبة وأفكار فيها خدمة وأفكار فيها حسابات. هذا الفكرة ماشي صعبة بزاف، فيها صح خدمة، ولكن المطلوب منك إذا فهمتها مرة الأولى مبروك علينا، إذا ما فهمتهاش عاودها مرة مرتين ثلاثة حتى تتمكن منها، وفي الأخير بعد ما تعاودها ثلاث مرات أنا متأكد أنك راح تولي تحلها بنفس السهولة اللي رانا نحل فيها أنا. مفهوم؟ إذن الآن بقى لنا الجزء الثالث في هذه الدالة، أيضا جزء فيه أسئلة ممتازة، وهذا الجزء نقدر نسميه تغيرات الدالة المركبة. وش معناتها تغيرات الدالة المركبة؟ معناتها لما يعطينا دالة، الدالة هذه سمها مثلا هو جي، سمها جي، عادة يسميها اش، سميها جي لأنه في بداية التمرين ما كانش عندنا دالة مساعدة، سمها جي لأف لثلاثة إكس ناقص اثنين. علاه نسميوها تغيرات الدالة المركبة؟ لأنه هذه الدالة في الحقيقة وش هي؟ هي الدالة اف، وركب معها ركب فيها دالة أخرى، تقدر تكون دالة مرجعية، تكون أي دالة من الدوال. هنا ركب فيها دالة تألفية، يعني مبدئيا هي شوية بسيطة. السؤال الأول يقولنا واحد أدرس تغيرات الدالة جي، إذا واحد تغيرات الدالة جي، وكي نقولوا تغيرات الدالة جي معناتها نهايات، معناتها مشتقة، إشارتها جدول تغيرات باتجاه تغير. إذا تغيرات قلنا ألف النهايات. هذا الدالة شحال عندها نهاية؟ عندها نهايتين، النهاية الأولى عند ناقص ما لا نهاية، النهاية الثانية عند زائد ما لا. كيفاش نحسبوا نهاية الدالة جي لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية؟ تساوي نهاية أف لثلاثة إكس ناقص اثنان لما إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. هنا كيفاش نخدموا جمع؟ نخدمه بفكرة تسمى تحويل متغير. وش معناتها تحويل متغير؟ شفناها في درس النهايات، داخل دالة اف ما راهش كاين اكس، كاين 3 اكس ناقص 2. اذا حنا واش نديرو؟ نديرو تحويل متغير بسيط خلاص. هذا اللي راه داخل الدالة نسميوه تي كما كنا في درس النهايات، تساوي نهاية اذا راح تولي لنا اف لي، هذا واش سميناه تي. الان اكس يؤول الى ناقص ما لا نهاية، نقولوا تي الى ماذا يؤول؟ كيفاش نجيب تي الى ماذا يؤول؟ اذا حبينا نبسطوها خلاص روح لتحويل المتغير هذا. إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، ناقص ما لا نهاية ضربها في ثلاثة، ناقص ما لا نهاية، تنقص منها اثنين تبقى ناقص ما لا نهاية، معناتها تي هو أيضا يؤول إلى ناقص ما لا نهاية. ومش دائما، أنا شفنا في الدرس تاع النهايات، مش كيكون إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تقول بلي تي أيضا يؤول إلى ناقص ما لا، هذه حالة زهر برك. لو كان جات مثلا مضروبة في الناقص برك، راح
يكون تي يقولوا الى زايد ما لا نهايه. صح، نهايه اف لتي عند ناقص ما لا نهايه وش هي؟ هي نفسها نهايه اف لاكس لما اكس يقولوا الى ناقص ما لا نهايه، يعني هي نهايه داله اف عند ناقص ما لا نهايه. وشحال لقيناها في الدراسه نتاعنا؟ لقيناها ناقص ما لا نهايه. بنفس الطريقه تماما تعاود تخدم نهايه الداله جي عند زايد ما لا نهايه، دير نفس تحويل المتغير، ترجع لك ايضا هي نهايه اف لتي عند تي الى زائد ما لا نهايه، نفسه خدم نفس الطريقه تخرج لك زائد. اذا في هذه الحاله خرجت لنا نهايه اف هي نفسها نهايه جي، ولكن هذه حاله خاصه فقط. الان بالنسبه للمشتقه با، المشتقه بطبيعه الحال تكتب اف داله قابله للاشتقاق على ار، لان عفوا جي قابله للاشتقاق على ار لانها مركب دالتين قابلتين للاشتقاق على ار، وتبدا تحسب المشتقه. لدينا من اجل كل اكس ينتمي الى ار جي فتحه لاكس. هنا نتعلموا قاعده مهمه جدا نعرفوها من درس الدوال المركبه. كي تكون عندنا داله اف مركبه مع داله جي ونحبوا نحسبوا المشتقه تاع هذه الداله، قلنا القاعده ببساطه هي مشتقه الداله الصغيره في مشتقه الداله الكبيره، المتغير تاعها هو الداله الصغيره. يعني هذه القاعده كيفاش نطبقها؟ نهزوا عليها امثله مختلفه باش نفهموها. مثلا اف لواحد على اكس، اف لاكس مربع، اف لجذر اكس، كيفاش نحسبها؟ القاعده هنا تقول لي ببساطه مشتقه الداله الصغيره في مشتقه الداله الكبيره. اش معناتها هذه؟ عمليا معناتها اشتق هذه الداله وخرجها برا. مشتقه واحد على اكس وش هي؟ ناقص واحد على اكس مربع، اضربها في مشتقه الداله الكبيره. كيف كيف؟ مشتقه الداله الصغيره خرجها برا، 2 اكس اضربها في جذر اكس، مشتقتها واحد على 2 جذر اكس اضربها في اف فتحه. طبقها القاعده هنا، داله اف نتاعنا داله جي معرفه ب 3 اكس ناقص 2. كيفاش تشتقها هذه؟ انتبه جيد، تخرج 3، عفوا تشتق هذه الداله، مشتقه هذه الداله وش هي؟ هي 3، تضربها في ماذا؟ في اف فتحه ل 3 اكس ناقص 2. باختصار شديد هذه هي الفكره. الان من المفروض احنا ندرسوا اشاره المشتقه، ولكن اشاره المشتقه هذه بما انه هي فقط هنا ماش تبدو هذه ما تبانش، ولكن فقط كتبنا جي فتحه لاكس تساوي هذا العبارة. الان اشاره اف فتحه، ذكر معايا اشاره اف فتحه بغض النظر على واش كاين فيها الداخل. اف فتحه احنا في التمرين لقيناها ماذا؟ لقيناها موجبه، لقيناها موجبه، وبالتالي اف فتحه واش ندير فيها الداخل؟ تبقى موجبه، تضربها في 3 تبقى موجبه. هذه هي فقط عندنا ملاحظه درك نرجعوا لها. انتبه جيد، راح نديروا الان اتجاه تغير الداله جي، جدول تغيراتها اكس جي فتحه لاكس. مجال تعريف هذه الداله هو ناقص ما لها زائد ما لها. انتبه جيدا، الان السؤال اللي نطرحوه الاف فتحه ما نقولش اكبر او تساوي، ما نقولش اكبر تماما من الصفر، قلت اكبر او تساوي لانها تنعدم. علاش الجي فتحه علاش تنعدم؟ لانه اف فتحه تنعدم. انتبه جيدا، درك نعرفوها وين تنعدم. نحطوا جي فتحه لاكس تساوي الصفر، احنا على بالنا بلي راها موجبه، ولكن كاينه بلاصه معينه تنعدم فيها. اذا جي فتحه لاكس تساوي الصفر معناتها هذا يساوي الصفر، 3 لا يساوي الصفر، معناتها اف فتحه هذه اللي هي 3 اكس ناقص 2 تساوي الصفر. الان لازم نحلوا هذه المعادله. ذكر معايا اف فتحه وين لقيناها تنعدم؟ اف فتحه لقيناها تنعدم، اف فتحه لقيناها تنعدم اذا كان اكس يساوي ان 3، صح؟ معناتها هذه باش تنعدم اف فتحه واش لازم يكون داخلها؟ لازم يكون داخلها ان 3. اذا نستنتج انا باللي هذه باش تنعدم لازم هذا يكون يساوي ان 3، باش تنعدم اف لازم ما بداخلها يكون ان 3. اذا نستنتج باللي 3 اكس ناقص 2 تساوي ان 3، ونحلوا هذه المعادله. كيفاش نحلوها؟ ننقلوا 2 للطرف الاخر، تولي لنا ان 3 زائد 2، اذا ان 3 زائد 2 ونقسمه على 3. معناتها المشتقه تاع جي فتحه عندها نفس الاشاره تاع اف فتحه، هي ايضا تنعدم عند قيمه معينه ولكن دون ان تغير اشارتها. اذا جي هنا واش نقدر نستنتجو؟ بلي متزايده تماما ناقص ما لا نهايه زائد، اذا هي ايضا تقبل قيمه حديه ولكن الفاصله تاعها مختلفه. اتجاه تغير فقط اكتب بلي اف متزايده تماما، عفوا جي متزايده، اذا جي متزايده تماما على ماذا؟ على اف. الان مازلنا سؤال واحد فقط ونكملوا هذه الداله. وش يقولنا الان؟ يقولنا تحقق ان جي لالفا، اذا جي لالفا
زائد 2 كل على 3 يساوي 0. واش ندير انا ببساطه؟ راح نبدا نحسبها. راح نبدا نحسب جي لالفا زائد 2 الكل على 3. نحسبوها كيفاش تحسبها؟ ترجع لعباره الداله اف وين تلقى اكس تعوض بماذا؟ تعوض بهذه العباره. اذا تولي اف ل 3 مضروبه في اكس. الاكس باش تعوضه؟ تعوضه بالقيمه هذه. اذا اكس تعوضه بالقيمه هذه، الفا زائد 2 الكل على 3 الكل ناقص 2. واش يصرى هنا؟ تروح 3 مع 3، تبقى لنا اف ل الفا زائد 2 ناقص 2 يروحوا مع بعضهم تبقى لنا اف ل الفا. واف ل الفا واش هي؟ هي صفر. لماذا؟ لانه الداله اف اثبتنا انها تنعدم عند الفا، وبالتالي اف ل الفا يساوي صفر. اذا فعلا اثبتنا باللي جي لالفا تساوي صفر. الان يقول لنا اثبت مره اخرى ان جي فتحه لهذا العدد هي ماذا؟ قال لك هي 3 اف فتحه لالفا. كيف نثبتها هذه؟ انتبه جيد، انا عندي عباره المشتقه واش تساوي؟ اذا فقط نخدم بهذه الطريقه. اذا نكتب 3 في اف فتحه ل، هذه عباره المشتقه، عوض اكس هنا بالشيء اللي عطاه لك، عوض اكس هنا بالشيء اللي عطاه لك. اذا 3 مضروبه في الفا زائد 2 يعني 3 الكل ناقص 2. واش يصرى هنا ايضا؟ تروح 3 مع 3، الفا زائد 2 ناقص 2 تبقى لك الفا، اذا تساوي 3 اف فتحه لالفا. الان واش يقول لنا؟ استنتج معادله المماس دي للمنحنى جي عند النقطه ذات الفاصله ماذا؟ ذات الفاصله هذه اللي عطاها لك. الان المماس دي هذا واش هو؟ هو مماس للمنحنى جي، وبالتالي نكتب برك المعادلة عادي. إذا دي معادلته إيكغيك يساوي أف فتحة ل عفوا جي، لأنه الدالة جي وليس أف، ألفا زائد 2 على 3 مضروبة في إكس ناقص ألفا زائد 2 على 3 زائد جي فتحة لألفا زائد 2 على 3. إذا معادلة المماس وعوضنا فيها إكس صفر برك بالفاصلة اللي عطاها لنا، صح؟ الان واش راح دير؟ جي فتحه لالفا واش هي؟ جي فتحه عفوا احنا اعتذر راني في نهايه التمرين بديت ندخ شويه هنا فقط. هذا هو المعادله تاع المماس تاع المنحنى سي جي عند النقطه ذات الفاصله اللي عطاها لنا. هنا العدد المشتق من هي الصوره. جي لالفا زائد 2 على 3 حسبناها واثبتنا باللي صفر. اذا هذه تروح بصفر، صح؟ وهذه واش اثبتنا واش تساوي؟ تساوي 3 اف فتحه لالفا، عوضها كيما راهي. اذا ومنه ايكغيك يساوي 3 اف فتحه لالفا، راح تضربها في اكس ناقص الفا زائد 2 على 3. وزع الان 3 اف فتحه لالفا في اكس، اكتبها كيما راهي، 3 اف فتحه لالفا في اكس ناقص، كي تضرب هذه في هذه 3 تروح مع 3 تبقى لك اف فتحه لالفا مضروبه في الفا زائد 2. إذا هذا هو التمرين الثاني الشامل في وحدة الدوال الأسية، تمرين أربعة نجوم ولكن فيها أفكار ممتازة، تعلمنا فيه الكثير من الأفكار. في اتركوا لي في التعليقات إذا كان فعلا تعلمت فيه أفكار كثيرة ولا راني نبالغ، إذا التمرين هذا فيه أفكار متنوعة واستفدتوا منها ولا لا، اتركوا لي في التعليقات. أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو، تلقاو إن شاء الله في فرصة أخرى مع تمرين آخر ليكون إن شاء الله فيه أيضا أفكار متنوعة. بالتوفيق، السلام عليكم.